انني شاب اريد ان اتزوج فتاة، وانني عندما خطبتها من اهلها قالوا لي ان اخاها الكبير رضع معي من امي، فارجو من فضلتكم افتائي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟ اذا كانت ما رضعت من امك فلا رضعت من امها ولا من اختها ولا من زوجة ابيها، ما في شيء. اما اخوها رضع من امك لا يضر، ومن اخيها رضع من امك لا يمنع. المهم انت وهي، اذا كنت ما رضعت من امها وهي ما رضعت من امك ولا رضعت من اختك فلا لها ولا من زوجة ابيك فلا اخا لها، فلا باس ان تنكحها وان كان اخوها قد رضع من امك.